خلونا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنا أبو القاسم. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، والفريق هيواصل تدريباته النهاردة بدون راحة سلبية. تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5، ويبدأوا بقى الاستعداد لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. طبعا بما أننا بقى اتكلمنا على المباراة، خليني اقول لكم انه حديث الساعة طبعا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة هو مباراة امس، واللي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الاهلي. خليني اقول لكم انه في حالة من التفاؤل والثقة كبيرة جدا عند الاعضاء، كله طبعا واثق في رجال النادي الاهلي. اكيد هم مقدرين ان المباراة هتكون مش سهلة، اكيد هتكون مباراة صعبة، لكن هم كمان عندهم ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الاهلي ان هم كالعادة بقى ان شاء الله هيكونوا على قدر كبير من المسؤولية ويقدروا يحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله ويفرحوا كل جماهير النادي الأهلي. كمان بقى الحقيقة حابة أقول لكم إنه كان في لفتة طيبة جدا في المباراة إمبارح، وهو كان تواجد الحقيقة لاعبين النادي الأهلي من كل الفرق الرياضية المختلفة. يعني مش عايزة بقى أذكر أسماء عشان ما أنساش اسم حد، لكن الحقيقة كان معظم اللاعبين متواجدين سواء من فرق كرة اليد، فرق كرة السلة، أو فرق كرة الطايرة. وطبعا دي مش حاجة غريبة على ولاد النادي الأهلي، بيدعموا الفريق طبعا في كل المباريات المهمة والصعبة. نتمنى طبعا كل التوفيق في لرجال كرة القدم. تاني بأكد ان احنا عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، طبعا ان شاء الله يقدروا يحسموا لقاء العودة لصالحهم ويتوجوا بدوري ابطال افريقيا. يعني دي اخبار الفريق الاول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى، والبداية من لعبة تنس الطاولة. وبطلات تنس الطاولة بيتوجوا ببطولة الدوري، يعني هم حسموا امبارح البطولة بعد فوزهم على فريق جزيرة الورد بنتيجة 3-0. النهاردة هيكون متبقي ليهم المباراة الاخيرة امام فريق باتروجيت، لكن خلاص يعني هي مباراه تحصيل حاصل، لان هم بالفعل حسموا البطوله لصالحهم امبارح. فطبعا ببارك لهم، والحقيقه بتمنى لهم مزيد من التالق. يعني طبعا سيدات تنس الطاوله بالنادي الاهلي الحقيقه ماشيين دايما بخطه ثابته، وبيشرفونا سواء في المحافل اللي بتكون موجوده في مصر او البطولات اللي بتكون موجوده في مصر او في المحافل العالميه والدوليه، فطبعا ببارك لهم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره الطايره، والاخبار اللي معانا النهارده متعلقه بمنتخبنا الوطني لكرة الطايرة رجال، واللي بيستعد بشكل قوي جدا طبعا لخوض بطولات قادمة هتكون مهمة بقيادة بقى طبعا المدرب الإيطالي فلافيو جوالينيلي. طبعا بيستعدوا بشكل قوي جدا، عندهم مباريات، عندهم بطولات مهمة الفترة القادمة. عندهم بطولة الألعاب العربية واللي هتكون في الجزائر في شهر 7، هيكون عندهم برضو بطولة إفريقيا هتكون في شهر 8، وبقى البطولة اللي بتؤهل للأولمبيكس هتكون في اليابان هتكون في شهر 9. يعني زي ما قلت هيكون عندهم جدول حافل من المباريات والبطولات المهمة، فبيستعدوا بشكل قوي جدا. خليني أكلمكم أكتر عن استعداداتهم. يعني كانوا في معسكر مفتوح الأسبوع الماضي، كان على المركز الأولمبي بالمعادي، ودخلوا بقى في معسكر مغلق الأسبوع ده، بدأوا من يوم السبت حتى يوم الخميس القادم. معسكر مغلق وطبعا بيضم عدد كبير من لاعبين النادي الأهلي، وخليني طبعا أقول لحضراتكم عليهم. بيضم المعسكر اللاعب أحمد صلاح، عبد الرحمن الحسيني، حسام يوسف، أحمد سعيد، محمد عادل، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد عصران، يوسف مرجان، ومحمد محسن. طبعا دي القائمة المبدئية، أكيد مش القائمة النهائية، لكن كالعادة طبعا بتضم عدد كبير جدا من لاعبين النادي الأهلي. بتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى خلوني زي ما عودنا مشاهدين 10 الصبح في الأهلي هنقول لكم الأجواء داخل النادي. حي الأعضاء كالعادة متواجدين في النادي منذ الصباح الباكر. درجة الحرارة دلوقتي 26، وخليني بقول لكم انه الحقيقة في تحسن كبير جدا في درجات الحرارة الأسبوع ده. الأعضاء زي ما قلت متواجدين في النادي، بيمارسوا كمان الرياضة كالعادة، رياضة المشي في تراك النادي. كل الأعضاء تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي استفسارات، في كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على التغطية المتميزة دي. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا هنا.